فجر هذا اليوم استهدفت الطائرات الحربية منزلا في منطقة النجمة في وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى إثرها تم نقل شهيدين وعدد من الإصابات إلى المستشفيات هنا. هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المنزل استهدفته دون سابق إنذار في منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة وعالية جدا. نحن نتحدث أن الطائرات الحربية تتعمد في اليوم الواحد شن غارة أو غارتين في مدينة رفح، موقعة أعداد كبيرة من الإصابات والشهداء في منطقة أو في مدينة هي الأكثر ازدحاما بالنازحين الذين ما زالوا يتوافدون الآن بأعداد كبيرة وضخمة من محافظة خان يونس نتيجة شدة الغارات والقصف الإسرائيلي الذي بات يطال كل المناطق والشوارع والأزقة في محافظة خان يونس. وجراء ذلك هناك نزوح كبير أيضا إلى مدينة رفح، إلى جانب أن التهديدات الإسرائيلية ما زالت متواصلة لسكان في المناطق المحافظة الوسطى، ما زالوا أيضا يتوافدون هنا. لكن الكارثة الكبرى أن السكان هنا لا يجدون مكان، لا يجدون متسع، لا يجدون خيام تؤويهم، لا يجدون أدنى مقومات الحياة. الأوضاع هنا تزداد خطورة جدا على صعيد النازحين الذين تنتشر بينهم الأمراض والأوبئة بصورة كبيرة وتزداد، وكل التقارير الأممية تشير إلى ازدياد في أعداد انتشار الأمراض والأوبئة، إلى زيادة انتشار أيضا المجاعة بين سكان قطاع غزة، وكذلك انعدام بشكل كامل في صفوف الأطفال هنا في مدينة رفح وفي باقي المناطق التي يتكدس فيها النازحين. معبر كرم أبو سالم أيضا ما زال يعمل، لكن تدخل بعض الشاحنات للقطاع لتستلمها وكالة غوث وتشغيل لجنة الأونروا، وكذلك بعض المساعدات تدخل الشاحنات من خلال معبر رفح التجاري، لكن هذه الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية حتى هذه اللحظة لا تكفي ولا تلبي حاجة السكان. السكان هنا يريدون طعام، يريدون شراب بشكل متواصل ومستمر، وأيضا في الوقت ذاته يريدون خيام من أجل نصبها في الشوارع والطرقات ليمكثوا فيها بدلا من هذه المعاناة القاسية والصعبة والمؤلمة، لأنهم فقدوا منازلهم وفقدوا كل ما يملكون وباتوا الآن مشردين مشتتين ما بين مراكز الإيواء والأراضي الزراعية وما بين الشوارع والطرقات، لا يملكون فراش، لا يملكون أغطية، ويعيشون أوضاع غاية في الصعوبة والسوء.